وسيلتها الوحيدة. شهداء الشرطة، اثنان من أمناء الشرطة، وهنجيب لكم في الجانب الآخر أيضا لأنه اثنان من المواطنين العاديين أصيب استشهد أيضا في هذه العملية الإرهابية التي تعد بمثابة نقلة نوعية في العمليات الإرهابية لجماعة الإخوان. أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن حاميا ومدافعا عنه في البر والبحر والجو، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق، محافظا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. بطيئاً مرش. الحمول حزين على الشهيد محمد، وشهيد محمد ضحى بنفسه في سبيل ان فدا اطرب حاله. شهيد محمد بطل، بطل من ابطال مصر، وقف وضحى بنفسه في سبيل ان هو يحمي القطر كله. يا رب الله يرحمك يا محمد، الله يرحمك يا محمد، يجعل مواقف الجنة يا رب يا رب، الله يرحمك يا محمد يا ابني. طول ما احنا عايشين هناخد حقه، ما تخافيش والله لا ناخد حقه، واحنا احنا رضينا، احنا رضينا، احنا رضينا، احنا عايشين امنا وافراد وظباط، لحد ما نموت كلنا. لو هنموت كلنا مش هنتنازل على القضيه بتاعتنا. احنا قضيتنا ايه؟ مكافحه الارهاب، هنكافح الارهاب لاخر دقيقه، واحنا مستعدين نموت. والله العظيم بنبقى مبسوطين، وانا مبسوط قوي. كل اهل محمد النهارده والله كانوا بيزغطوا. يا الله ناخد مرسي واللي معاه، ناخد مرسي واللي معاه. يا الله يا الله يا الله يا الله ناخد مرسي واللي معاه، ناخد مرسي واللي معاه. ربنا يهده، رب حسبي الله ونعم الوكيل، بيرص زي التعابين ويداروا في الشوق. الاخوان ما يجعلهم مش اخوان، ده كفره، ده كفره. يحرقوا قلبي جدع سيد ليه؟ يموتوا ليه؟ عمل فيهم ايه الجدعان ديت الحلوه دي؟ احنا وحدنا من زمان، احنا وحدنا من زمان، اخوان الشيطان بل اخوان الشيطان، احنا وحدنا من زمان، احنا وحدنا من زمان بل اخوان الشيطان، بل اخوان الشيطان. امسكوهم اعدموهم اعدموهم من اول خالص. لو كنت تعرف كنت خدته كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، ما كنتش اعرف ان اخويا كنت خدته في حضني، في حضني، في حضني، في حضني، حسبي الله ونعم الوكيل. ينحرق قلبها ليهم عليهم الظالم المفتريين، بحاجة النبي يرتب رميته بلا اللي يتشلهم. حسبي الله ونعم الوكيل. نسوان مصر كده رجالتها وشعبها وجيشها كده، محدش هيكسره ولا حدش هيقدر عليه. احنا نسوان بس ب 1100 منهم، واحنا في ظهر السيسي ومع السيسي والشهيد ما ماتش. احنا المفروض نقف في البلد هنا، اي حد تبع الاخوان نولع فيه. اللي في السجون يتعدموا، مرسي يتعدم، كله يتعدم، كلهم يتعدموا. يا خداه يا خداه يا خداه يا خداه، خلصونا من الطغاة، خلصونا من الطغاة. يا خداه يا خداه يا خداه يا خداه، خلصونا من الطغاة، خلصونا من الطغاة. محمد هو مات، بس احنا مش هنسيب حقه، احنا معاه للاخر، وده بيزيدنا اللي احنا كل يوم بنزيد اصرارنا، ومش هنسيب حقنا او حق الشهداء عامه سواء في المنوفيه او خارج المنوفيه. اقول ربنا يلتئم من الظالم، ربنا يلتئم منهم بحاجه النبي، لان يعني خير شبابنا بيروح. حرام كده والله، لامتى؟ طيب هل تلنا كده لامتى؟ اي حد يمسك واحد اخوان جه ما يسلموش،
يموتوا زي ما لازم تموت. انا دلوقتي اروح اسلمه بياكل وبيشرب وبينكسر وبيعالجوه؟ لا، اموته. اقسم بالله العظيم اللي هيمسك بعد كده لا يموت. بنقوم ونصحى على الدم مسلسل لغايه امتى؟ المرسي ده ما انعدمش ليه؟ عشان ايه؟ اصحى اصحى الناس دي. الشعب يريد سلام الاخوان، الشعب يريد سلام الاخوان. اننا فيا عليك كلمتها، اننا فيا عليك كلمتها، الاخوان تحت جسمتها، الاخوان تحت جسمتها. ودمه على الاسفلت ساح بس ما وقعش السلاح. والبسالة ساب رسالة إن مصر ما تنحنيش. قال لكل اللي يخنوها ليها رجالة يصونوها، والشهيد مستني دوره والطابور ما بيحنيش. عايز أحقق أخوه، عايز أحقق أخوه. مشركون